في البداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحب أشكر الحقيقة مؤسسة آيات وهي السباقة لكل ما هو خير وفي خدمة القرآن الكريم، وأشكر أخي الغالي الشيخ ناصر القطامي، وأشكرك يا أخ حسام على إدارة هذا اللقاء، وشاكر الاستضافة حفظكم الله في هذه المؤسسة اللي نعتبر أنفسنا منها الحقيقة، ويسعدنا أنها ترتقي من علو إلى علو بإذن الله. أما بالنسبة لسؤالك أخوي حسام، لو سمحت لي أني أبدأ المقدمة بتساؤل: كل إنسان عاش على هذه الأرض منذ بدء الخليقة إلى قيام الساعة يتمنى ويحلم بالسعادة، وكل يرغبها، ولكن في نظري وفي خلال بحثي أنها لا تكتمل إلا للمؤمن. طبعا السعادة الغير منقصة الكاملة لا تكون إلا في الجنة، ولكن في الدنيا أسباب سعادة تكون موصلة إلى ذلك النعيم، ويحيا بها المؤمن حياة طيبة سعيدة. اسمح لي أن أبدأ، يعني أنا ما أحب الحقيقة الكلام النظري الكثير، لكن أبدأ بذكر مثال عملي شيخ فاضل عاش السعادة، عاش للقرآن وفسر القرآن وعاش مع القرآن، وأيضا عاش السعادة واقعا في حياته، وهو الشيخ السعدي ابن سعدي رحمه الله، شيخ الإمام السعدي سبحان الله، وله من اسمه نصيب. للشيخ السعدي كتاب ورسالة جميلة اسمها الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، وفي تأليفها قصة. في آخر عمره مرض الشيخ وذهب إلى لبنان، أمر له بالذهاب إلى لبنان للعلاج، وسبحان الله وقع في يده من خلال أحد أبنائه كتاب دع القلق وابدأ الحياة الكارنجي، وهو كتاب مشهور عالميا، فقرأه الشيخ واستفاد منه ويعني أعجب بالكتاب. ثم ذكر أن الكاتب في الكتاب أغفل أمور عظيمة في السعادة، أمور يعني تتعلق بالآخرة، يعني ذكر الأمور الدنيوية فقط، والدنيا مهما كبرت فهي صغيرة، يعني الهدف فيها صغير مهما رأوه الناس كبير. فألف الشيخ هذه الرسالة، وتخيلوا يعني معي إذا كان الشيخ في مرضه والدكاترة أمروه أن لا يكتب ولا يجهد نفسه، ومع ذلك يعيش السعادة في أيام مرضه ويكتب عن السعادة، وكتب هذه الرسالة وذكر فيها الأسباب الإيمانية إضافة للأسباب العلمية. فإذا كان هذه يعني الحقيقة سعادة الشيخ وهو في تعبه ومرضه، فلنا أن نتساءل كيف كان الشيخ في حياته العادية وكيف كانت سعادته. أجمل وصف أحد تلاميذه وصفه بوصف، وهو الشيخ علي الصالحي رحمه الله، كان يصف ما عليه الشيخ من السرور والتفاؤل في حياته، وهذا من أجمل ما سمعت في وصف إنسان سعيد. يقول عن الشيخ: كأنه دخل الجنة وخرج منها وسيعود إليها. يعني تخيل إنسان دخل الجنة وخرج منها وسيعود إليها، وش سعادته في حياته؟ يعني فهذا لفت نظري الحقيقة هذه الرسالة الشيخ، وأنا أوصي الحقيقة من هذا المنبر كل من يهتم بهذا الموضوع، موضوع السعادة، أن يقرأ هذه الرسالة للشيخ اللي هي الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، وأيضا خرجت في كتاب جديد بشرح الدكتور محمد الحمد، وهو صاحب قلم جميل وتأليف جميلة. فهذه الله يحفظك يعني مقدمة، وأكثر الأسباب التي سأذكرها هي استنباط من الكتاب، كتاب الشيخ رحمه الله، ولا عجب، فالشيخ عاش مع القرآن، ومن عاش مع القرآن نال السعادة والبركات في الدنيا والآخرة. جميل سمو الأمير، يعطيك ألف عافية. طيب يعني سبب جميل، واضح أنه كان فيه تفكر كثير، وهذا التفكر هو اللي أثرى عندك هذه الجوانب. اليوم سؤالي بيكون، لكن قبل تساؤلي إذا الشيخ ناصر حاب يقول شيء قبل لا أنتقل للتساؤل الآخر. طيب سمو الأمير، ذكرت أنه في عدد من النقاط، خلينا نقول خلاصة هذه النقاط تعطينا إياها كنقاط 1 2 3 4، وبعدها ننتقل إلى النقاط هذه كمحور وخلف محور آخر ممكن، طيب حفظك الله. يعني للذكر نعم، تفضل. من خلال قراءة الرسالة يعني حاولت أن أستخلص في عجالة الأسباب، بنقاط الأسباب التي تؤدي إلى السعادة، وهي كالتالي: الأول الإيمان بالله والعمل الصالح والرضا بقضاء الله، والثانية حفظك الله الإحسان إلى الخلق، والثالثة الاشتغال بعمل صالح أو علم نافع،
والرابع الاشتغال بعمل اليوم وعدم الاهتمام بالماضي أو المستقبل، الاهتمام الزائد. الخامس الاكثار من ذكر الله، وأيضا التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة وقوة القلب بصدق التوكل على الله وحسن الظن به. أيضا حياتك تبع لأفكارك، كلما كانت أفكارك إيجابية كلما كانت حياتك سعيدة. أيضا توطين النفس على أسوأ الاحتمالات والتركيز على الإيجابيات في من تصاحب دائما، وحسم الأعمال والتخير من الأعمال ما تميل إليه نفسك. هذا باختصار الله يحفظك الأسباب، ولعلنا نأتي إلى شرح ما تيسر منها إن شاء الله في هذا اللقاء بإذن الله. بإذن الله تعالى. السبب الأول اللي ذكرته سمو الأمير الإيمان بالله والرضا بقضائه. جميل، نعم. يعني ممكن توضح لي أنا كيف ممكن هذا الإيمان وهذا الرضا يكون سبب في سعادتي كإنسان؟ طيب، يعني خلينا نتعمق في كل سبب أنت تفضلت طيب به. الله تفضل. بالنسبة للإيمان والعمل الصالح، ذكر الله سبحانه في كتابه آية عظيمة، قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ذكر المفسرون أقوال كثيرة في ما هي الحياة الطيبة المقصودة في الآية، وغالب ما ذكر وخلاصته تدور حول معنيين جميلين، وهي القناعة وراحة البال. لأن لو كانت السعادة في المال إذا لا كان كل غني سعيد، وهذه لا نراها في الحياة. نرى الأغنياء ونرى فيهم أي أحيانا تعاسة، ونرى أحيانا الميسوري الحال، ونراهم يعيشون في سعادة وراحة بال. فالحياة الطيبة هي الرضا بما آتاك الله وراحة البال. وقد بين القرآن الكريم في سورة محمد أيضا السبيل الموصل إلى صلاح البال، وتأملوا معي هذه الآية. يقول الله سبحانه: والذين آمنوا، تأمل هنا الإيمان، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. هذا صلاح البال الذي ينشده كل أحد، وهذا السبيل الموصل إليه، الإيمان والعمل الصالح والإيمان بما نزل على محمد. والإيمان أخي الكريم، يعني عشان أكون يعني أتعمق فيما ذكرت، الإيمان يساعد الشخص أو المؤمن على أمرين هي مهمة جدا في السعادة. أولا الإيمان يجعل المؤمن مستعد في كل أحواله، مستعد للنعمة، مستعد للضراء. وأيضا نقطة مهمة أن السعادة ليست ألا تمر بالآلام، لا، لكن السعادة أن تمر بالآلام ولا يهتز إيمانك، ويتكون على يقين عظيم من الله سبحانه، واحتساب للأجر وتذكر هذا الأجر وهذه الإيجابيات كلها، وأنت تمر بالآلام هذا سيؤدي بك إلى السعادة. فكيف يكون المؤمن مستعد دائما؟ حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لخصنا الأمر هذا كله: عجبا لأمر المؤمن، كل أمره له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. غير المؤمن حفظك الله إذا أصابتها الشدة في الدنيا يلتفت لا يدري إلى أين يذهب، لكن المؤمن يعلم أنه يأوي إلى ركن شديد. قال الله: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يعني إذا وقعت المصيبة وآمن أنها من عند الله وأن الله أرحم الراحمين، هدى الله قلبه للرضا والتسليم. وأذكر مقولة جميلة لإحدى الصالحات حين نزل بها شيء يؤلمها، نظرت إلى الجانب الإيجابي، الآن في ألم وفي أجر، فقالت: أنستني حلاوة أجرها مرارة ألمها. هذه النقطة الأولى في الإيمان. النقطة الثانية التي تعين: اعتدال المشاعر، مشاعر الإنسان في الحالين. قال الله سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. أخبرنا الله بسبق كتابته للأشياء كي لا نفرح فرح يؤدي إلى الطغيان والفخر، ولا نحزن حزن يكسر الإرادة ويؤدي إلى أمور لا يستطيع الإنسان معها أن يعيش حياته. وأعظم مثال على ذلك حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مرت عليه الضراء والسراء ولم يتغير. الضراء في الخندق، الأعداء من كل مكان، وهو يضرب بالفأس الحجر ويبشر بالفتوحات، وربط الحجر على بطنه من الجوع، وأصابته إصابة يوم أحد، وسراقة يلحقه ومطارد قبل الهجرة، ومع ذلك يبشر سراقة بسواري كسرى. ففي الشدة
لم يقنط سبحان الله من رحمة الله. وأيضا حين أتته الغنائم والأموال وفتحت على الدنيا كان يعطي الغنم بين جبلين، وحين فتح مكة تواضع ودخلها بتواضع، وأيضا حين رأى الناس يدخلون في دين الله أفواج أمره ربه في سورة النصر بالتسبيح والاستغفار فامتثل عليه الصلاة والسلام. فمن استطاع أن يجمع هذين الأمرين بإذن الله وجد السعادة وراحة البال. جميل جدا سمو الأمير. يعني قبل أن ننتقل إلى السبب الثاني اللي هو الإحسان إلى الخلق، ودي في دقيقة توجه لي أنا شخصيا رسالة، وأي شخص عنده الإشكالية التي قد تكون موجودة عندي في بعض الأحيان. الإنسان بطبيعته هلوع، يخاف، يجزع. جميل، كيف أنا أعزز يعني بوجهة نظرك ومن خلال قراءاتك وتفكرك مفهوم الرضا بقضاء الله؟ كيف أعزز هذا اليقين خاصة في لحظة الجزع والهلع؟ فواضح سؤالي سمو الأمير. واضح الله يحفظك. والإجابة يا حبيب أخي حسام من القرآن بنفس سبحان الله النص اللي ذكرته أنت للهلوع. الله سبحانه قال إن الإنسان خلقه هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فالجواب في الصلاة، الصلاة والمحافظة عليها والخشوع فيها من أعظم الأمور التي تعين. أذكر لك قصة مثال بسيط. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر واشتد عليه أمر ماذا يفعل؟ يفزع إلى الصلاة. واقتدى به عبد الله بن عباس في مثال عملي. كان في سفر فأتاه أحدهم يخبره بوفاة أخيه أو أحد أبنائه، ماذا فعل عبد الله بن عباس؟ أناخ راحلته وتوضأ وصلى ركعتين استعان بهما على هذه الشدة العظيمة التي أتت، ثم قرأ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والله يا أخي حسام لو يعني أنا أقول نفسي، أنا ترى الأسباب هذه اللي أذكرها لا يعني أني أعمل بها، أنا أسأل الله أن يعينني على العمل بها، واشتغالي بهذا الأمر والبحث فيه أن يعني أجاهد نفسي أن يأتي يوم أن أعمل بها جميعها. لكن الخشوع في الصلاة يعينك على الاعتدال المشاعر وعلى المعاني هذه التي ذكرناها. وأيضا سبب ثاني يزيد الإيمان في القلب، وإحنا نتحدث عن الإيمان وهي تلاوة القرآن واستماع آياته. قال الله سبحانه والذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فمن أراد أن يزيد إيمانه فليشتغل بالقرآن تدبرا وعلما وعملا، وأيضا ليجاهد نفسه للخشوع في الصلاة. جميل جدا، شكرا على التوضيح، يعني إجابة شافية ووافية بالنسبة لي أنا شخصيا، فممتن لك سمو الأمير. قبل أن ننتقل للتساؤل الآخر أو السبب الآخر، شكرا لكل من تواجد معنا في المساحة، شرفتونا وأسعد الله قلوبكم جميعا كرما. يعني اليوم جلستنا جدا جميلة وحوارنا راقي مع سمو الأمير حول أسباب السعادة في القرآن الكريم، فياليت نستخدم خاصية المنقل الزائد اللي موجود في الزاوية في يسار الشاشة ونغرد بالمساحة، وندعو متابعيكم الكرام بأنهم يشرفونا في المساحة، وأيضا يشرفنا متابعتكم لحساب مؤسسة آيات الوقفية. طبعا مؤسسة آيات هي متخصصة في تطوير وتمكين قراء القرآن الكريم وتطوير مهاراتهم، فيشرفنا متابعتكم للحساب. سمو الأمير ذكرت السبب الآخر هو الإحسان إلى الخلق، يعني أنا اللي فهمته من هذا السبب هو الإحسان إلى الآخرين، صحيح؟ نعم، فهمي للسبب صحيح؟ تفضل سمو الأمير حول هذا المحور. طبعا الإحسان إلى الخلق يشمل الإحسان إلى الإنسان، إحسان إلى الحيوان. ونحن نعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم البغية التي سقت كلب فغفر الله لها. والإحسان حفظك الله يشمل ليس الإحسان فقط بالمال، ولكن يشمل الإحسان بالكلمة، الإحسان بالدعوة إلى الخير، الإحسان بالمال، بالمواساة، بكل أشكال الإحسان. وأذكر الشيخ السعدي ذكر في كتابه كلمة جميلة، قال أن الإحسان يدفع الله به الهموم والغموم عن البر والفاجر وعن المؤمن والكافر سبحان الله. لذلك تجد كثير من اللي وصلوا إلى الغنى الفاحش في الغرب ويعني وصلوا إلى الثراء تجدهم يتجهون يعني لم يجدوا السعادة وتضيق نفوسهم، ثم ينصحون فيتجهون إلى الأعمال الخيرية. ولكن المؤمن له أوفر النصيب لأن إحسانه خالص لوجه الله. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما معناه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الكافر إذا عمل حسنة جوزي بها طعمة من في الدنيا، يطعم بها طعمة في الدنيا.
أما المؤمن فإنه يجازى بها حسنة في الدنيا إضافة إلى ما يعني الأجر العظيم يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه لأن غير المؤمن يعمل الإحسان لم يطلب به وجه الله والدار الآخرة، أراد الدنيا والسمعة وغيرها وذهاب الضيق فيجوزي بجنس عمله. أما المؤمن يريد الدنيا ويريد الآخرة، فجمع الله له الدنيا والآخرة كما قال ربنا، علمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويكفي أن الله يا أخي حسام يحب المحسنين كما جاء في كتابه. وأقول السعادة والإحسان التي تنثرها على من حولك ستعود يوما لتستقر في قلبك أنت، فالجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ولعلي أذكر أمثلة سريعة، إذا ضاق صدرك مرة وخرجت من بيتك وأنت ضائق الصدر مثلا في هذه الأيام قريب من المغرب، ووجدت العامل النظافة في الشارع ومعك فضل طعام أو مبلغ يسير، أعطيه هذا المبلغ. وإذا رأيت الابتسامة على وجهه علمني ما حال قلبك بعدها، صدقني الضيق الذي أنت فيه سيذهب. وهكذا، واسأل كل من اشتغل يعني بالإحسان. وأنا دخلت على حساب أخوي حسام الله يحفظه ويسلمه، وهو يعني مشترك مع بعض الجمعيات الخيرية وكذا، فاسألوه إذا جاء عن طريقه مثلا مبلغ لهذه الجمعيات وكان سبب فيها، اسألوه عن قلبه أو عن شعوره أو عن سعادته في ذلك الوقت. الحقيقة الإحسان يعني يكاد يكون مثل ما قال أحد المشايخ، الإحسان والعفو يكاد يكون فعل أناني، يعني هذه مبالغة، لأن المحسن يعني يفرح أكثر بإحسانه الذي أعطاه، بعض الأحيان أكثر من فرح الذي أعطاه. ومن جرب علم، الله يحفظك. وهذا كان سؤالي لك سمو الأمير، لكن أنت أجبت عنه. أنت لما ذكرت السبب الثاني ذكرت الإحسان إلى الخلق أو إلى المخلوقات بشكل عام. كان سؤالي ماذا عن الإحسان للنفس؟ يعني الإنسان يحسن لنفسه، فهو الإحسان للآخرين مثل ما تفضلت هو يعود لك أنت بالإحسان، صح؟ مثل ما تفضلت. جميل جدا. ذكرت أيضا من الأسباب سمو الأمير يعني الانشغال في تقديم الأعمال الصالحة والعلم النافع، أيضا من ضمنها يعني خلينا نقول أيضا يعني الانشغال في عمل اليوم وتجاهل الماضي. ودنا يعني توضح في النقطتين أو السببين هذولي كيف، يعني خاصة في مفهوم الماضي، يعني صعب على الإنسان، عفوا يعني أني أنا أقول هذا الشيء بوجهة نظري المتواضعة، الماضي مهما كان هو مؤثر على الإنسان، فكيف يتخلص وكيف ممكن بوجهة نظرك يقدر يتجاوز؟ تفضل سمو الأمير. أو ذكر الشيخ سعدي أيضا من الأسباب الاشتغال بعمل صالح أو علم نافع، والمقصود أن الإنسان لا يكون في فراغ، فالاشتغال بالعمل الصالح أو العلم النافع ينسي القلب الهم الذي أقلقه. فالفراغ كما قالوا مفسدة للجسد والروح. وأذكر مقولة قالها الشافعي، النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وأذكر قصة قالها الدكتور محمد الحمد الشيخ بن باز رحمه الله في المستشفى. دخل مرة المستشفى فيقول الشيخ بن باز، قمت بعد صلاة الفجر وتلوت القرآن وراجعت بعض المحفوظات، ثم طال علي الوقت وأصابني الملل، يقول الشيخ بن باز. لأن الشيخ متعود على مذاكرة العلم وكذا، فكلم المكتب وقال اجلبوا لي المعاملات كلها في المستشفى. فقالوا للشيخ، يا شيخنا ارتح. قال الراحة في العمل، ولا أريد أن أكون فارغة. ثم تأمل كلمة قالها الشيخ بن باز، قال لأن النفس إذا كانت في فراغ تسلط عليها الشيطان والهوى بالأفكار السلبية والأفكار التي قد تؤدي إلى الهم والقلق وغيرها. فعلم الشيخ بن باز رحمه الله بعلمه أن الإنسان لا يجب أن يكون خاليا فارغا، لأن يتسلط عليه الشيطان بالأفكار السلبية. فدائما إذا كنت فارغة أو جتك الأفكار السلبية اعمل أي شيء نافع، شاهد برنامج، اقرأ كتاب، اذهب للرياضة، تحادث، كلم صديق. أذكر أبيات جميلة ذكرها الشيخ محمد الخضر حسين، يبين لك أن النفس لا تكون فارغة، إذا فرغت تتسلط عليها الأفكار السلبية. يقول لا تخلو نفسك من فكر تجول به، في الصالحات فحبس الفكر يضنيها، والقلب إن لم يدر يوما على رشد دارت عليه هموم،
عز راقيها مثل الرحى إن تدرها وهي خاوية من الطعام فإن الطحن يرديها. وأذكر على عجالة أحد الموفقين ذكر أن أركان السعادة موجودة في سورة ألم نشرح لك صدرك. قال الله سبحانه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. هنا غفران الذنوب، من سعى إلى الأسباب التي تغفر الذنوب انشرح صدره، من الصلاة ركعتين بعد الذنب يغفر الله لك، سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر، وغيرها من أسباب غفران الذنوب، الصلاة مع الجماعة، صيام رمضان وغيرها. ثم قال سبحانه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. إذا سعيت في الإحسان اللي ذكرناه قبل قليل، هذا سيجعل الله لك ذكر طيب في من حولك، لأنك إنسان محسن، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ثم قال سبحانه بعدها ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهذه مهمة، التفاؤل دائما وحسن الظن بالله. فالله سبحانه قال في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، ثم قال سبحانه فلم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب، يعني إذا فرغت من عمل لا تجلس فارغ، فانصب، انصب في عمل آخر مباشرة، وإلى ربك فارغب. وإذا جعلت كل عمل حتى العادات اللي في الدنيا معلقة بالله وباحتساب الأجر تصبح العادة عبادة. حتى النوم، إذا نمت وأنت نيتك أنك تقوم وتكون عون لك على صلاة الفجر، إذا أكلت وجعلت النية أنها تعينك وتقوي جسدك على العبادة يكون لك أجر فيها. فهذه أيضا هذه من أركان السعادة. ذكرت شيء جميل أخوي حسام، أن الاشتغال بعمل اليوم وعدم الاهتمام بالماضي، الانشغال بالماضي غالبا يحدث الحزن، وبالمستقبل يجلب الهم، وكلاهما مذموم. الماضي ليش ما ننشغل بالماضي؟ لأن لا نستطيع تغييره، وانشغالنا بالماضي انشغال بما لا ينفع. وفي المثل يقولون، في المثل الدارج، كلاما في الفائت نقص في العقل. والمستقبل بيد أرحم الراحمين، ومن أحسن ظنه بالله استعان بالله وتوكل عليه. فركز على الحاضر، ركز على يومك الذي أنت فيه. وكما قال ربنا عز وجل من اتبع هدى الله لا يضل ولا يشقى ولا يخاف ولا يحزن، وقد جاءت في آيتين فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وقال سبحانه في آية أخرى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ولا يخاف والخوف من المستقبل، فلا هم ولا يحزن على أمر ماضي. فأسأل الله أن يجعلنا وإياك وكل من يسمعنا الآن ومن نحب ممن اتبع هدى الله فلا ضل ولا شقي ولا خاف ولا حزن. اللهم آمين يا رب العالمين. معلش سمو الأمير أنا أعذرني على بعض وقفاتي لما ذكرت ورفعنا لك ذكرك. طيب يعني ممكن توجه رسالة لبعض الأشخاص اللي ممكن يخاف أن يتهم بالرياء، لأنه إنسان يحاول مثلا يحسن، وأحيانا هذا الاتهام يكون هو عقبة بأنه يستمر في الأمر. يعني ودي أسمع منك كذا رسالة، لأن في كثير أشخاص يعاني من هذه النقطة. فهمت قصدي؟ أولا حفظك الله أخوي حسام، لن يستطيع الإنسان أن يعلم أنه مخلص إخلاص كامل، هذا عزيز. لكن إذا كنت قبل العمل تدعو الله سبحانه، اللهم من يعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، وأيضا تدعو بعد العمل أن الله يتقبل منك وأنك يجعلك من المخلصين، فأنت على خير عظيم. إذا كنت على هذه الحالة فلا تحجم، أقدم على كل عمل صالح. وهذه من مصائد الشيطان لبعض أهل الخير ولكل من عنده خير. إذا أراد أن يعمل الخير أو يتكلم في الخير أو يؤلف أو غيره، أتاه الشيطان يخوفه من الرياء، فلا يعني يظهر الخير اللي عنده فينحرم من أجر عظيم وينحرم الناس من حوله. لكن يا أخي المبارك سارع وابذل الخير، والله يعلم أنك في قلبك تجاهد نفسك. الإخلاص عزيز، ولا أحد يستطيع أن يزعم أنه مخلص، لكن جاهد نفسك على الإخلاص، وأنت في المجاهدة لا تحرم نفسك من الخير، لعل الله بالعمل الصالح أن يرزقك الإخلاص. ومن الكلمة الجميلة أذكر، ما أدري وين قرأتها، لكن قال لأن المخلصين لهم عند الله كرامة أخفى الله إخلاصهم عنهم، لأنهم لو علموا بإخلاصهم لأتاهم العجب، والعجب أمره خطير ويحبط العمل. لذلك الإنسان يجاهد نفسه ويعمل
ويجتهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يترك الدعوة لأجل هذا الأمر. العلماء والصحابة وأهل الخير ومن عرفوا كابن تيمية وابن القيم ولا زال أثرهم الآن وكتبهم منشورة إلى الآن، لو أنهم جلسوا في بيوتهم خوفا من الرياء لما انتشر الخير ولما ظهر العلم. ولكن الإنسان، وأذكر كلمة أيضا، أن الحق أعظم من أن يحجبه ضعف الداعي. فإذا كان الحق معك وعندك من الخير فشارك وساهم في نشر هذا الخير، واسأل الله أن يرزقك الإخلاص وأبشر بالخير ما دمت على حالك تلك. اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا على التوضيح سمو الأمير. ذكرت يعني بعض الأسباب أيضا الأخرى مثل الإكثار من ذكر الله تعالى والتحدث، يعني الحديث عن النعم التي أنعم الله علينا من الظاهر منها والباطن أيضا، وقوة القلب بصدق التوكل على الله وحسن الظن به. ودنا أيضا توضح لنا أكثر بحكم أنك ذكرت هذه الأسباب الثلاث حولها. تفضل سمو الأمير. بإذن الله، وبحاول أني أتي فيها على عجالة ليتسنى لنا الحديث عن إن شاء الله باقي النقاط. الإكثار من ذكر الله تعالى، وهذه يعني يكفي فيها قول ربي عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا شك أن الصلاة وقراءة القرآن والدعاء والذكر في ذلك كل سعادة عظيمة وراحة لا يعلمها إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أرحنا بها يا بلال. إذا أتته الهموم يقول لبلال: أرحنا بالصلاة، أرحنا بها يا بلال. وكان كما بينا إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. والذكر يجلب الطمأنينة في المواضع التي تزلزل فيها القلوب. تأمل قول الله سبحانه في الجهاد الحق، قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لأن في المواطن التي تزلزل فيها القلوب لا يثبت القلوب إلا ذكر الله. وأيضا يعني في زمن متسارع مثل زمننا الآن، الناس تبحث عن السكينة. السكينة معها سعادة ومعها الطمأنينة. من أعظم مواضعها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فهذه مواطن السكينة لمن أرادها. هذا والحديث عن ذكر الله وأثره في السعادة يعني يطول، لكن بإذن الله يتسنى في مناسبة أخرى بإذن الله. التحدث بنعم الله الظاهر والباطنة، سبحان الله، هذه يعني لها أثر عجيب. وأنا أدعو كل من يسمعني الآن أن يجرب يعني هذا الأمر. الله سبحانه قال: وأما بنعمة ربك فحدث. إذا أتتك الهموم جرب أن تأخذ ورقة وقلم وتكتب نعم الله عليك التي تستطيع أن تكتبها، 10 20 التي تستطيع أن تذكر. طبعا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن صدقني بعد ما تأخذ الورقة والقلم وتعدد النعم التي عليك ستتفاجأ بعدها أن سبحان الله أن الهم زال إذا صدقت. لأن تعداد النعم يشعر القلب ويذكر القلب بعظيم منة الله وفضله، فينشغل القلب بشكر الله عن همومه سبحان الله. وتعلم أن الهم أو الألم الذي أصابك في مقارنته بالنعم العظيمة التي عندك لا شيء، فتنشغل بالشكر. ومن انشغل بالشكر وجد السعادة بإذن الله والطمأنينة. أخيرا، قوة القلب بصدق التوكل على الله وحسن الظن به. حسن الظن بالله سعادة الأرواح ولذة لا يعرفها إلا من جربها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل، وكان كثيرا متفائلا في كل أحواله. ومن أحسن الظن في أحواله كلها كان الله عند ظنه. وكان أحد السلف كثيرا ما يدعو ويقول: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. تأمل معي فقط هذه الآية، يقول الله سبحانه: قل، يعني إذا أصابتك شدة أو مصيبة تذكر هذه الآية: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال الله سبحانه: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولم يقل سبحانه علينا. وذلك والله أعلم، لأن كل ما يصيبك حتى وإن كان في الضراء إذا صبرت ورضيت فهو لك في العاجل والآجل. يرزقك الله سبحانه السكينة والطمأنينة والرضا في الدنيا، ويعقبك عليها أجور عظيمة عند الله لا يعلمها إلا الله.
حفظك الله. الله يسلمك. الله يرفع قدرك سمو الأمير. قبل أن أنتقل إلى المحاور الأخيرة، يعني كلامك صراحة أمتعنا بشكل كبير جدا، وأحب أحب كل الموجودين معنا في المساحة، معنا أسماء يعني نعتز فيها صراحة، دكتور محمد، الشيخ يوسف، الشيخ محمد، أخونا سعد، أسماء كثيرة ودي أذكركم اسم اسم. شكرا جزيلا على وجودكم، ويشرفنا متابعتكم لحساب مؤسسة آيات الوقفية، وأكرر شكري لراعي ديوانية آيات الماجد للعود. سمو الأمير، ذكرت نقطة هي نوعا ما حساسة، أو أسباب يعني، أو سبب أنا أشوف بوجهة نظري المتواضعة أنه حساس، هو النظر إلى أمور الدنيا في أشياء أقل من الأشياء اللي إحنا وصلنا لها. يعني هذا الأمر يحتاج أعتقد اجتهاد كبير، خاصة أيضا لما ذكرت توطين النفس على أسوأ الاحتمالات. فودنا يعني توضح لنا كيف الإنسان فعلا يجاهد نفسه في أنه ينظر للي يمتلك أقل منه مثلا، أو للمريض، أو فهمت؟ يعني أحس أنه هذا شيء جدا صعب على بعض الناس، فتفضل. حفظك الله، الله يسلمك. طبعا ذكرنا، ولعلي عشان أحاول أجمل الباقي في معنى واحد ثم أذكر بإذن الله ما تيسر. تفضل. ذكرنا الله يحفظك أن حياتك تبع لأفكارك. أحيانا البعض يقول أن الأفكار لا أستطيع أن أتحكم فيها، صحيح صدق، والأفكار السلبية قد تهجم أحيانا ولا نستطيع السيطرة عليها، لكن تستطيع بإذن الله أن تسترسل معها أو لا تسترسل معها. وأذكر مثال جميل ذكره الشيخ عبد الرزاق البدر وهو يشرح كلام لابن القيم، فنتخيل معنا مع يعني مثال الذي سأذكره. لو أن رجلا جالس في حديقة، فمر عليه رجل أمامه، وهذا الرجل هو هي الفكرة السلبية التي تأتيك في رأسك. الرجل هذا رث الثياب، رائحته كريهة، قد يكون شرب من المسكر، فهل تجعله يمر أو تدعوه للجلوس معك؟ إن دعوته للجلوس معك واسترسلت معه في الكلام قد يؤذيك برائحته أو يؤذيك بأذى جسدي، لكن إذا جعلته يمر ويذهب لم تتأذى منه. ها مثل الفكرة السلبية إذا أتتك، إن هي تمر ستأتي، لكن إذا جعلتها تمر مباشرة وتذهب دون أن تسترسل معها فسعدت. أيضا إذا جاء إذا مر عليك رجل رائحته طيبة ولبسه جميل ودعيته للجلوس معك قد يفيدك بفوائد وقد تستفيد منه، هذه الفكرة الإيجابية. حاول أذكر كلمة قالها ابن القيم يقول، وهي سبحان الله تأثرت بها كثيرا، يقول: من راقب الله في خواطره عصمه في حركات جوارحه. أنا أعلم أن الأمر صعب، لكن الله سبحانه يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. في النظر إلى أمور الدنيا، في أمور الدنيا الواحد يعني الإنسان إذا حاول أن ينظر في أمور الدنيا دائما إلى من هو أسفل منه، يعني إذا كانت سيارته نوع معين لا ينظر إلى من سياراتهم نوع أفضل، لا، انظر إلى من هو أقل منك في هذا الأمر، فذلك يعني يجعلك تشكر نعمة الله التي عليه. وأنا أكاد أزعم إن الزمن هذا صعب بانتشار وسائل التواصل وهذه الحسابات والمتابعة بعض الحسابات التي يعني يكون فيها فخر زائد في بعض الأمور، لكن الإنسان خصيم نفسه. يعني أنت حاول أن تتابع من يريح قلبك ويجلب لقلبك الطمأنينة والسكينة والسعادة، وإذا في أحد من اللي تتابعه يجلب لك الهموم فاحذف. يقول الله سبحانه عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وفي السنة في الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. والذي يعين على ذلك القناعة والرضا بعطاء الله. ولا يعني هذا لا يبذل الإنسان الأسباب لكي يزيد ماديا أو معنويا في حياته، لا، بل التوكل على الله وبذل الأسباب ثم الرضا بما يأتيك من عند الله. وأن تعلم كما قال أحد الحكماء أن الغنى حقنا الغنى عن الشيء لا بالشيء. وأذكر دعوة جميلة قالها الشاطبي في الموافقات في آخر كتابه لرجل أتاه يشكي أمورا نفسية، فعلمه هذا الدعاء: اللهم أني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك وتخشاك حق خشيتك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخيرا، توطين النفس على أسوأ الاحتمالات هذا فيه راحة.
لا يعني أنك لا تتفائل ولا تحسن الظن، لا، لكن إذا وطنت نفسك في تجارة مثلا ستدخلها، وطنت نفسك على أن قد تأتي الخسارة، وهذا خيار وارد، وإذا أتت سأكون راضي بإذن الله بما قدر الله، ثم تحسن الظن بالله وتبذل الأسباب. فإذا أتتك الخسارة أنت قد وطنت نفسك، فلا يصل بك الهم إلى مبلغ شديد. وإذا أتاك النجاح فقد أتاك ما تطلبه وما ركزت عليه. أخيرا أخي حسام حفظك الله، في نقطة مهمة الحقيقة ننطلق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأسباب التي تعين على السعادة أيضا أن تركز على الإيجابيات في من تصاحب ولا تذكر السلبيات. في كل أحد، في الرجل مع زوجته، الزوجة مع زوجها، أنت مع أبنائك، مع صديقك، مع في كل من تعاشره وتصاحبه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر. المصيبة أننا للأسف إذا أتى صديق وكان يحسن معنا سنوات ثم قد يصدر منه خطأ اتجاهنا، ننسى هذا الخير كله ونركز على الخطأ ونحاسبه عليه، وهذا يعني خلاف السنة وخلاف وأعظم من يرتاح إذا ركزت على الإيجابيات، أعظم من يرتاح قلبك. ولله در الشاعر حين قال: إذا كان الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سررنا ألوفه. فحاول أن تكون عينك إيجابية وقلبك إيجابي وأفكارك إيجابية، وأن تنظر إلى الخير في كل أمر تأتيه، وبإذن الله سيسوق الله لك السعادة. ولا أنسى في الأخير أن الذي يملك السعادة حقا هو الله جل في علاه، فاسأل الله سبحانه دائما أن يرزقك الحياة الطيبة، وأن يعينك، وأن يرزقك الثبات على الحق وعلى الخير، وأن يختم لنا وإياكم بخاتمة السعادة لنذهب إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال الله سبحانه: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. أسأل الله أن يجعلني وإياكم، وأنت يا أخي حسام، وأخينا الحبيب الشيخ ناصر، وكل من يستمع لنا من أهل السعادة، وأن يرزقنا في الدنيا أسباب السعادة ويوم القيامة الحسنى وزيادة. وجزاكم الله خير. اللهم آمين يا رب العالمين. سمو الأمير، إذا تسمح لي في سببين ودي يعني في دقيقتين نعرج لهم. السبب الأول أيضا تفضلت به، هو إذا أحسنت أن لا أطلب الشكر إلا من الله سبحانه وتعالى. هل أنا فهمت السبب بشكل صحيح؟ نعم. كيف أطلب الشكر من الله؟ تفضل. أحياناً الذي يجلب الهم أحياناً والضيق لنا ولبعض الناس، أننا أحياناً نحسن إلى أناس من الأصدقاء أو من الأغراب أو أي أحد، ونتوقع أنه سيحسن إلينا في مقابل إحساننا، نرسل رسالة طيبة نتوقع أن الرسالة ستأتي منه، نحسن بقول بفعل بأي أمر، هذا يعلق القلب دائما بالناس وبالبشر. لكن إذا عودت نفسك أن تعمل الإحسان والخير لا تطلب على ذلك أجر إلا من الله، صدقني ستعيش حياة سعيدة ونافعة ولا يعلمها إلا الله. أذكر الثلاث يعني عفوا سمو الأمير، قصدك أن عفوا أني قطعتك، يعني قصدك أن الشكر من الله هو اليقين بأنني مأجور على هذا العمل؟ نعم، الله سبحانه قال يا أخوي حسام في القرآن، أعطانا مثل جميل في سورة الإنسان عن 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 الأبرار وعن أوليائه الصالحين لنقتدي بهم. قال سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ثم قالوا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. تأمل، لا نريد منكم لا جزاء ولا شكور، إنا نخاف. سبحان الله، هذه من أعجب الآيات. لم يقولوا إنا نريد الجنة، إنا نريد رضوان الله، لا، قالوا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فتأمل الثواب، أخذ القرآن يفصل في ثوابهم في صفحة كاملة: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا، لأن الأمر يحتاج إلى صبر، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ها أنا طبعا أنا أتحدث عن هذا الأمر وأعلم أن الأمر شاق على النفوس، لكن الله سبحانه قص علينا قصص هؤلاء لنقتدي بهم لنجاهد، ومن يعني
لذلك الله سبحانه قال في آية أخرى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. معنى الآية أن هذه الثلاث أشياء فيها خير، لكن تأمل آخر الآية: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا. يعني الإخلاص سبحان الله يجعل الإنسان متعلق قلبه بالله. لذلك قالوا يعني في ثلاث لآيات من أجمل ما سمعت: من ومن عمل بها ارتاح قلبه كثيرا. يقول: لا تعلق قلبك إلا بالله، ولا ترفع سقف توقعاتك من الآخرين، ولا تتحسر على ما فات. رائع جدا سمو الأمير. السبب الأخير ونعرج عليه على عجالة، وإن شاء الله نقبل طلبات المايك. يعني يا ليت الموجودين معنا وطالبين المايك تكون مداخلاتنا في أقل من نصف دقيقة حول السبع محاور أو الـ 12 محور اللي تفضل بها سمو الأمير الله يحفظكم، لأن الوقت جدا ضيق ومتبقى على المساحة ما يقارب ربع ساعة. سمو الأمير ذكرت حسم الأعمال في الحال، نعم، والتخير من الأعمال النافعة ما تميل نفسك إليه واشتغل به. نعم، ودنا تعرج عن هذا السبب على عجالة. تفضل. بالنسبة لحسم الأعمال في الحال، وهذه من جربها علم الراحة والسعادة والاطمئنان الذي يجده إذا لم يؤجل أعماله إلى الغد. من يحسم أعماله دائما ويكون في هذا منجز يشعر بلذة الإنجاز يوميا، ولو كانت الأعمال يسيرة: قراءة صفحة من كتاب، ذهاب إلى صلة الرحم، غيرها من الأعمال. خير الأعمال أدومها وإن قل. فهذه ملاحظة ومجربة. بالنسبة لتخير من الأعمال النافعة ما تميل نفسك إليه، هذا سبحان الله هذا فيه عجب. وأذكر أن سمعت أحد المختصين يقول أن الرياضة التي إذا كنت محتار مثلا بين رياضتين، بين ركوب الدراجة مثلا والسباحة، ولكنك تحب الدراجة، إذا غصبت نفسك على السباحة فترة طويلة وآخر يحب الدراجة واستمر على الدراجة التي يحبها، الجسم ينتفع بالرياضة التي تحبها أنت أكثر من غيرها. هذه واحدة سبحان الله. والثانية أن إذا عملت الشيء اللي تحبه هذا أدعى أنك تستمر فيه ولا تنقطع. وهكذا الأعمال والأعمال الصالحة وقراءة الكتب، إذا اخترت ما تميل إليه نفسك وما تفرح به، سبحان الله ستعود الفائدة إلى عقلك وفكرك وقلبك بأكثر وأكثر من لو أجبرت نفسك على شيء لا تحبه. والله أعلم.